آلام الركب والمفاصل، الغضروف الهلالي في الركب، كل ما تود أن تعرف عن مشاكل آلام الركب في هذه الحلقة تابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة إن شاء الله في هذه القناة. اليوم بدنا نتحدث عن آلام الركب والمفاصل. هذا الموضوع اللي الكل بيشكي منه، اللي الكل بيراسل فيه، آلام الركب والمفاصل. اللي بدنا نعرفه بالأول إنه آلام الركب والمفاصل بتحكم فيها عدة أمور. أول شيء بالنسبة لآلام الركب والمفاصل أو الغضروف الهلالي بشكل عام اللي الكل بيشكي منه، الوزن الزائد. الوزن الزائد، أي حمل زائد في جسم الإنسان سواء بالكرش بالأرداف بيأثر مباشرة على الركب. فأول طريقة، أول خطوات العلاج هي إنقاص الوزن، هذا لابد منه. الآن بدنا نتبع خطوات العلاج. قدر الإمكان حكينا بدنا نحاول ننزل وزننا، ما قدرنا أو ما في أسلوب ننزل وزننا، ممكن نعاونك وأساعدك إنك تخفف من آلام الغضروف الهلالي، تخفف من تورم الركب، تخفف من الآلام في الركب بحد ذاتها. أول شيء بدنا نكثر من شرب السوائل. السوائل، الماء، بدك تكثر من شربها. اثنين، يا حبذا صباحا كوب من الحليب مع حب الرشاد المطحون، ملعقة من حب الرشاد ويحلى بالعسل السدر أو العسل الجبلي الأصلي كل يوم صباحا، ممتاز جدا ورائع جدا لمدة 14 يوم فقط، نستمر عليها لمدة 14 يوم فقط. أيضا ممكن في خلال أثناء النهار نتناول حليب مع نصف ملعقة من الكركم، نصف ملعقة من الكركم مع كأس حليب وتحلى بالعسل وتؤخذ يوميا، ممتاز جدا وتساعد في الشفاء. الخطوة اللي بعدها بتعرفوا الخيار. الخيار إذا فتحناه في مادة هلامية بالمنتصف، مادة لزجة، هذه نفس المادة الموجودة في الركب. يا حبذا لو كثرنا من أكل الخيار. بشكل عام القرعيات، فصيلة القرعيات، خيار، فقوس، كوسة، هذه كلها فصيلة القرعيات ممتازة جدا ونكثر منها. الآن نأتي للخطوة اللي بعدها، ما هي هذه مراحل في العلاج، ما في شيء اسمه كبسولة من عند الصيدلية، ما في شيء اسمه حب الدواء تبلع بلعا وينتهي الموضوع. لو أتينا بفنجان من زيت السمسم وحطينا عليه نصف فنجان زيت زيتون ونصف فنجان خردل، زيت خردل طبيعي، ويا حبذا لو أضفنا الكافور. الكافور لو أخذنا ملعقة الكافور مثل ما بتعرفوا هذا مهدئ للأعصاب، بيشيل التشنجات، بخفف الآلام، بخفف آلام أي مفاصل في جسم الإنسان. بنأتي بملعقة من الكافور ومنخلط هذا الخليط مع بعض، تتكون عنا تركيب من الزيت، بنستخدمها مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، ممتاز جدا، بندهن فيها الركب. طبعا المنتجات جاهزة عنا مثل ما أنتم شايفين، منتجاتنا كلها أصلية، ما في شيء تقليد، لا أعتمد على أي عطار، كلها شغل في المختبر، عصر على البارد، وكلها طبيعية 100% إن شاء الله. إذا لقيت عند العطار لا بأس، استخدم واحرص أن تكون الزيوت طبيعية 100%. الآن نيجي لمكمل لهذا العلاج، وسوف تجدوه في الدائرة البيضاء من فوق، استخدام عشبة القبار في علاج آلام المفاصل والركب، وأثبتت فاعلية في ذلك. وأيضا راح يكون في الوصف، في صندوق الوصف الأسفل، الفيديو الموضح. وأيضا زيادة راح أضع لكم في آخر الفيديو طريقة استخدام عشبة القبار لعلاج آلام الركب والمفاصل. ومثل ما إحنا بنعرف إنه هذه عشبة القبار تحتوي على حرارة، المادة أو الزيت الطيار تبع عشبة القبار يحتوي على حرارة، الحرارة تعمل على تحفيز بناء الغضروف الهلالي
الغضروف الهلالي إذا كان متآكل وفي عندنا احتكاك بالركب، فالحرارة تعمل على إعادة وتحفيز بناء الغضروف الهلالي من أول وجديد. وللعلم من أول جلسة ثاني جلسة بتحس بتحسن رائع جدا، وتجارب كلها مفيدة وناجحة. فإذا بنستخدم عشبة القبار من 4 إلى 6 جلسات، العبوة بالعادة تحتوي على 4 جلسات إلى 6 جلسات كل أسبوع مرة واحدة، كل أسبوع بنستخدمها مرة واحدة، بالإضافة إلى تركيبة الزيوت اللي بنشتغل عليها، بالإضافة لتنقيص الوزن، بالإضافة للإكثار من السوائل، بالإضافة إلى أكل الخيار، بالإضافة أيضا إلى لا ننسى كوب الحليب مع بذر الرشاد أو الثفاء كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تركيبة كاملة لعلاج الآلام في المفاصل والركب. يا ريت يا إخوان أنه نستخدمها كاملة. ما في شيء اسمه أني والله بدي أروح على الصيدلية وأخذ حب الدواء بنتهي الموضوع. إحنا الهدف منا نتجنب العملية، الهدف قدر الإمكان منا نشتغل على ركبنا اللي ترجع بنائها قوية وصحيحة 100%. الآن إذا كان في عندنا هشاشة في العظام، أحيانا ممكن يكون تآكل المفاصل في الركب ناتج عن هشاشة في العظام. إذا كان في عندنا تآكل في هشاشة في العظام، عفوا، هذه هشاشة العظام والله وصفتها بسيطة وسهلة جدا. في عند الطبيب ممكن يوصف لك فيتامين دال 50,000 كل أسبوع حبة واحدة. نعم هو يقوي العظام، لكن أنا بدي أعطيك شيء بسيط ومختصر وممكن تلقاه قريب منك. نأتي بخمس بيضات بلديات، البيض البلدي، بنيجي بالقشر تبعهم، قشور خمس بيضات بلديات، نقوم نغسل هذه القشور، مننظفها، مندقها ومنطحنها، نطحنها بتصير زي البودرة ناعمة جدا. خمس بيضات، نأتي بثلاث لتر ماء ومنحط المسحوق، نضع المسحوق داخل الماء، نغلق قنينة الماء، منرجها ومنخفضها، منخفضها مرة مرتين ثلاثة، منخفضها ونضعها في الثلاجة لمدة أسبوع 6 أيام متواصلة. كل يوم كل ما فتحنا الثلاجة بنمسك هالقزازة ومنخفضها، منخفضها مرتين ثلاثة باليوم وهي بالثلاجة، بنتركها 6 أيام بالثلاجة. بعد ال6 أيام بنتناول من هذا الماء اللي بيحتوي على قشور البيض البلدي. خلص ال3 لتر وكررها مرة ثانية 3 لتر وشوف عظامك كيف بتصير، شوف نسبة فيتامين د كيف بتصير عندك، عظام قوية، صحة قوية. ولا ننسى أيضا تعرض للشمس، تعرض للشمس ممتازة جدا لعلاج هشاشة العظام. فكل هذه الأمور إخواني هذه مجتمعة ومرتبطة مع بعضها البعض. إحنا يوم نتحدث عن علاج معين لا نتحدث دائما عن علاج لشخص واحد، نتحدث عن بشر، نتحدث عن أمة كاملة، نتحدث عن أشخاص مختلفين في بيئتهم، في طريقة أكلهم، في طريقة شربهم، في طريقة معيشتهم، في وزنهم، في عمرهم، نتحدث عن أمور مختلفة تختلف من شخص لآخر. فيجب أن نحيط بكل الأمور مع بعض، الزيت، عشبة القبار، الحليب مع الكركم، الحليب مع بذر الرشاد، كامل متكامل، علاج كامل. هشاشة العظام عندنا نسبة في هشاشة العظام، قشور البيض مع الماء ممتاز جدا. أرجو أني أكون قد وفيت هذا الموضوع حقه، ممتاز جدا، رائع جدا، لله الحمد. العشبة متوفرة، منتجنا متوفر، الزيوت، تركيبة الزيوت الخاصة بعلاج آلام الركب متوفرة، ومنتجات طبيعية من مؤسسة أبو الأمين إن شاء الله، راح تجدوها كلها طبيعية وبتجيب نتائج ومفعولها عالي جدا إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لحسن الاستماع. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب على هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس. اللي أول مرة بشوف هذه القناة ياريت يشترك في هذه القناة ويفعل خاصية الجرس عشان كل شيء جديد، كل معلومة جديدة بتوصلنا ننزل له إياها أول بأول وتوصل ويستفيد منها إن شاء الله. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة تحضير عشبة القبار لعلاج خشونة واحتكاك الركب. مثل ما أنتم ملاحظين نأتي بقطعة قماش تأتي عادة مع المنتج، يتم إضافة 4 ملاعق
بالطريقة التي أنتم شايفينها أمامكم الآن، وثم يتم ثني قطعة القماش بهذه الطريقة كما تلاحظون في الفيديو المرفق. نضع لكل ركبة قطعة قماش واحدة تحتوي على 4 ملاعق من القبار وتوضع على الركبة بالطريقة هذه لمدة 15 دقيقة خلال الجلسة الأولى. ويجب أن نلاحظ هنا أنها تحتوي على حرارة عالية جدا، فيجب الانتباه والحذر وتغطى بالطريقة هذه. يفصل بين كل جلسة والأخرى 8 أيام.